خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، الرئيس السيسي يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة ويشيد بقدراتهم وكفاءتهم. الرئيس السيسي ووزير خارجية إسبانيا يؤكدان رفض التصعيد العسكري بغزة ويحذران من عواقب أي عملية برفح الفلسطيني. فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في أقصى الشرق الروسي. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم، ونبدأ مع الزميلة آلاء شتاء. إليك آلاء. أهلا بك ياسر، شكرا لك، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، وتم خلال الاتصال تبادل أخلص التهاني بحلول شهر رمضان المعظم. وقد أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بأن يتقبل الله سبحانه وتعالى خالص الأعمال، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على القيادة والشعب السعودي الشقيق بالخير والبركات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. من جانبه ثمن ولي العهد السعودي اللفتة الكريمة، معربا عن أطيب تمنياته بدوام الخير والأمن والرخاء في مصر، وأن يفيض المولى عز وجل بكرمه على الأمة العربية والإسلامية. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية ووجه التحية للطلبة بمناسبة شهر رمضان، كما تفقد الرئيس السيسي الأنشطة التدريبية للطلبة وأشاد بقدراتهم وكفاءتهم، مشيرا إلى أن جهود الدولة لإعادة تأهيل البنية التحتية للوصول إلى آفاق أفضل، كما شدد كذلك على أولوية بناء الإنسان ضمن هذه الجهود. كما شهد الرئيس السيسي عددا من الأنشطة والتدريبات للطلبة الذين أنهوا فترة الإعداد العسكري داخل الأكاديمية، وأشاد بالمستوى الذي يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس. كما تفقد عددا من مناطق تدريب الطلبة، شملت المرور على ميادين الفروسية والوقوف على المستوى الذي وصل إليه طلاب الأكاديمية. وشارك الرئيس السيسي طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وجبة الإفطار، وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأكاديمية العسكرية المصرية. يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ كلامي بأن أنا أوجه لكم جميعا التحية وهنيكم بمناسبة شهر رمضان. كل عام وانتم طيبين. الحقيقة احنا كنا متعودين دايما ان مع قدوم كل دفعة جديدة من الطلبة المستجدين يبقى في زيارة لينا للأكاديمية واللقاء مع الدفعة. انا طبعا متابع التدريب ومتابع الموقف ومطمن عليكم، لكن ما كنتش عايز ابدا ان يفوتني ان انا التقي بيكم لقاء مباشر كده قبل ما تنزلوا ان شاء الله بعد نهايه فتره التدريب المركز للكليه او للاكاديميه كلها بالكامل. فاسمحوا لي ان انا يعني اقول لكم ان انا مطمن جدا على الجهد اللي بيتعمل والاسلوب اللي بيتعمل. وخليني هنا أتوقف قدام أمر مهم قوي. إحنا عملنا في مصر جهد كبير جدا في تأهيل البنية الأساسية وحاجات كتير قوي تخلي الدولة ممكن تنطلق بفضل الله سبحانه وتعالى إلى آفاق أفضل من كل الوجوه. لكن كمان كان من ضمن المنظومة اللي إحنا بنفكر فيها وبنجري وبنكثف جهدنا فيها هو
الإنسان اللي هو العامل البشري في المنظومة. واسمحوا لي أقول لكم إن هو أهم ما في الموضوع، إن إحنا مهما عملنا ومهما بنينا، إن ما كانش فيه بناء حقيقي من أول التعليم لبقية مؤسسات الدولة، إن ما كناش نقدر نعمل صياغة حقيقية وتطوير حقيقي للإنسان، إحنا هيبقى الجهد اللي إحنا بذلناه في بقية الموضوعات هيبقى منقوص، هيبقى مش كفاية. فعشان كده إحنا مهتمين قوي بالجهد اللي بيتبذل وبالبرامج اللي بتتحط والمتابعة الدقيقة للي إحنا بنعمله، يا ترى نتائجه وصل لفين. وبالمناسبة إحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا إن عملية التطوير هي عملية مستمرة لا تتوقف، وبالتالي إحنا لو توقفنا عن التطوير يبقى إحنا بنخالف الواقع اللي ممكن يبقى موجود حوالين مننا. موجود قطاعات كتير جدا دلوقتي جوه الأكاديمية، وإن شاء الله في المكان الجديد هيبقى في عندنا طاقة استيعاب أكبر من كده بكتير. الهدف منه هو إن إحنا ننتقي أفضل ما هو موجود لدينا، وأيضا القطاعات المدنية المختلفة اللي إحنا حرصنا على إن هي تبقى موجودة معنا هنا. هو الفكرة كلها زي ما قلت مرة، إحنا عايزين إنسان مصري قادر على إن هو يواجه تحدي وقادر على إن هو يقود الدولة دي إلى آفاق أفضل وأرحب. وبالتالي مفيش عندنا غير إن إحنا يبقى عندنا إدارة جيدة جدا جدا، واستفادة من الموارد، كل الموارد بما فيها الموارد البشرية. إن إحنا عايزين مستهدفين أفضل بناء للشخصية، والشخصية اللي إحنا بنتكلم عليها هي شخصية متوازنة جدا. مش عايز أطول عليكم، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله تنزلوا الأجازة، وخلي بالكم من نفسكم. بلغوا تحياتي وتحيات القوات المسلحة لأسركم، واشكروهم على يعني كل ما فعلوه معكم، وإحنا متشكرين لهم أيضا. وإن شاء الله تقضوا أجازة طيبة ونرجع مرة تانية نستأنف إن شاء الله عملنا. كل سنة وانتم طيبين، شكرا جزيلا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس شاهد عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية التي نفذها الطلبة المستجدون الذين أنهوا فترة الإعداد العسكري داخل الأكاديمية، حيث أشاد سيادته بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس. كما تفقد السيد الرئيس عددا من مناطق تدريب الطلبة. شملت المرور على ميادين الفروسية والوقوف على المستوى الذي وصل إليه طلاب الأكاديمية. احنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت على الخيل، حاولنا ان احنا نعلمهم رياضة جديدة، رياضة الكلة، والحمد لله الطلبة والخيل وصلت في المستوى زي حسيت ان شاء الله. في امل كبير قوي في ان احنا نعود مصر مرة تانية الى الدور بتاعها اللي كانت في الخيل، ده كان في العشرينات وقبل كده حتى. مصر حاجة تانية خالص، انتوا موجودين عشان كده.
وشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية تناول وجبة الإفطار، حيث هنأهم بحلول شهر رمضان المعظم. السلام عليكم، فضلوا استراحة، فضلوا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بقوة العلاقات الثنائية مع إسبانيا والحرص على مواصلة أطر التعاون القائمة وتوسيعها، خاصة ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والتعاون التنموي والاستثماري، خاصة وذلك خلال استقباله الوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبريس. ثمن الرئيس السيسي الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن بالمنطقة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبريس بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الإسباني نقل للسيد الرئيس تحيات وتقدير الملك فيليب السادس ملك إسبانيا ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مبادلا التحية والتقدير للملك ورئيس الوزراء الإسباني، ومؤكدا اعتزاز مصر بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على مواصلة أطر التعاون القائمة وتوسيعها، خاصة ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والتعاون التنموي والاستثماري. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب وزير الخارجية الإسباني عن تقدير بلاده وأوروبا لمكانة مصر كقوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، منوها وجه الخصوص للدور المصري المسؤول منذ بداية الأزمة في قطاع غزة وحرصها على دفع التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلا عن موقفها القيادي عالميا بالتصدي لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع رغم العراقيل الشديدة في هذا الصدد. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ثمن من جانبه الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة. وأكد الجانبان رفض التصعيد العسكري في القطاع وحذرا من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة، كما أكد رفض جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية للقطاع لإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها، وكذا ضرورة دعم وكالة الأونروا ليتسنى لها القيام بدورها الإنساني في هذا الإطار، مع تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات واضحة وملموسة من قبل المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يفتح المجال لتفعيل حل الدولتين باعتباره الأساس لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين. أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية مع إسبانيا، مؤكدا تقدير مصر لجهود مدريد لدفع آليات الاتحاد الأوروبي لمزيد من الاهتمام بالقاهرة سياسيا واقتصاديا. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبريس، أكد شكري الاهتمام المشترك بزيادة مساهمة الشركات الإسبانية في جهود مصر التنموية، فضلا عن زيادة الاستثمارات وحجم التجارة بين البلدين. بشكر أيضا إسبانيا على الدور الذي تلعبه في إطار الاتحاد الأوروبي في التعريف بما تواجه مصر من تحديات وضرورة العمل المشترك فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي كشريك يعتد به ويعتمد عليه، يتناول القضايا أيضا من منظور مبادئ من احترام القانون الدولي ومراعاة المصالح المتبادلة لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، وكان دائما لدور أسبانيا وتعرف بقية أعضاء الاتحاد
نظرا لقرب وجودنا في إطار متوسطي، نفهم بعضنا بعض، نفهم التحديات التي تواجهنا، نفهم أنه هناك اختلافات ثقافية لابد من مراعاتها. كما أكد وزير الخارجية توافق الرؤى المصرية الإسبانية حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن رفض البلدين لمحاولات تصفية القضية من خلال تهجير الفلسطينيين، وشدد شكري كذلك على اتفاق الجانبين على ضرورة ضمان استمرار نفاذ المساعدات لغزة. بالتأكيد أنه رؤانا متسقة فيما يتعلق بالأوضاع في غزة، سواء من حيث ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، مراعاة الحالة الغير مسبوقة للضحايا المدنيين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من صعاب بالغة وصلت إلى حد المجاعة في الشمال، عدم القدرة حتى الآن على توفير المساعدات بالكميات الكافية نظرا للإجراءات المعقدة والمتعمدة التي تتخذ من قبل الحكومة الإسرائيلية، ضرورة رفع مستوى المساعدات التي تصل لمواجهة التحديات اللي يواجهها الشعب الفلسطيني، الإدراك الكامل لمخاطر أي أعمال عسكرية في منطقة رفح في ضوء التكدس من الفلسطينيين في هذه المنطقة، المخاطر المرتبطة باستمرار الإجراءات الإسرائيلية العسكرية وغير ذلك لدفع بنزوح الفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية لتصفية القضية الفلسطينية ولانتقال العبء إلى دول الجوار. من جانبه أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألفاريسا الدور المهم والبارز الذي تلعبه مصر من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. من النقاط الهامة التي تحدثناها اليوم هي المسائل المتعلقة بقطاع غزة، ونحن على صلة وشيك، نحن والمعالي وزير خارجية مصر منذ بداية هذه الأزمة على صلة وثيقة باستمرار، وبالتالي أتوجه خالص شكر على التعاون المستوى الذي سمح أن ننسق معا الهدف الواحد الأوحد الذي ندافع عنه هو السلام. نسعى في السلام سواء في فلسطين سواء في المنطقة سواء لكل دول الشرق الأوسط، وبالتالي أحب أن أشير إلى أهمية التعاون والقيادة المصرية والدور الذي تلعبه مصر فيها في التفاوضات من أجل أن الحصول على شيء إسبانيا تبحث عنه، أن نقف النار. وبالتالي الدور الذي تلعبه مصر هو دور هام، وهو الدور الذي تدافع عنه وتساهم به مصر هو المساهمات ومساعدة المجتمع المدني في غزة، وأخيرا وليس آخرا أيضا أن نضع إطار يسمح لفلسطين تعيش في سلام. ودعا وزير خارجية إسبانيا لضرورة تفعيل حل الدولتين، مشددا على أهمية تنظيم مؤتمر دولي لإيجاد دعم لدولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام واستقرار. مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر بالفعل منذ الوقت الأول بدأت تشغل كل الآلية الدبلوماسية والوساطة من أجل إيقاف النار، وإسبانيا تساند بكل قوتها هذا القرار. هذه هي الخطوة الأولى في سلم طويل لهذا القول، وعلينا أن نصعده من أجل أن نتمكن من إيجاد الحلول حل الدولتين. هذه الرؤية السياسية، هذه الرؤية هي الواضحة التي لا رجعة فيها، هي أفضل إجابة وأفضل سند للسلطة الفلسطينية من أجل أن تقوم بالمهام الصعبة هو إعادة بناء غزة. استمرارا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة في إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة التي يتم إنزالها جوا بشمال قطاع غزة، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولي. يأتي ذلك فيما تتواصل الجهود والمساعي المصرية من أجل دخول المزيد من الإمدادات والاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.
استمرارا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة في إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة التي يتم إنزالها جوا بشمال قطاع غزة، وذلك على مدار يومي 13 و14 من مارس لعام 2024 بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول المشاركة بالتحالف الدولي. يأتي ذلك فيما تتواصل الجهود والمساعي المصرية من أجل دخول المزيد من الإمدادات والاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركزا لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات للاجئين. وتؤكد بيانات الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31,341 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 69 فلسطينيا وإصابة 110 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وصف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، وصف الأنباء عن قصف منشأة الأنروا بأنها مدمرة لطواقم وكالة الإغاثة في القطاع، وشدد المسؤول الأممي على ضرورة حماية عمليات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها في غزة. كما استنكر المسؤول الأممي التهديد الذي تتعرض له فرق الإغاثة مطالبا بضرورة حمايتهم، كما دعا لبذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. تتواصل المعاناة الإنسانية داخل قطاع غزة جراء تواصل العدوان الإسرائيلي، وفي ظل استمرار الحصار أوضح سكان غزة أنهم يفطرون في شهر رمضان بأقل المواد الغذائية الأساسية على أنقاض بيوتهم. عند الصوت الأول للتكبير لأذان المغرب تسود حالة من الصخب بين العائلات التي تتجمع على طاولة واحدة احتفاء بالإفطار في شهر رمضان المبارك. هكذا جرت العادة بغزة كغيرها من سائر المناطق التي تحتفل بالشهر الكريم، إلا أن الصورة داخل القطاع كانت مغيرة تماما هذا العام عما شهده طوال عقود. بين الجدران المدمرة والحطام المتناثرة في جميع بقاع غزة يفطر من تبقى من العائلة الفلسطينية بين أنقاض منازلهم. رمضان اللي فات كان كتير حلو، بس رمضان هذا لا، رمضان راح منه حاجات كتير، اخواتي اهلي كلهم راحوا، بيتنا تهدم، لسه كمان في تحت الانقاض لسه ما انطالوا، تحت الركام ما انطالوا اشي،
حلم الصغار كله هذا ضاع، حلم حلمهم ألعابهم كلهم كلياته ضاع. الأزمة لم تتوقف عندما خلف العدوان الإسرائيلي فحسب، بل تفاقمت الأوضاع الإنسانية جراء الحصار المتواصل، حيث صارت وجبة الإفطار مجرد قليلا من الأرز والحساء المعلب والخبز. ما فيش حاجة في رمضان نقدمها للعيال، لأكل لحوم زفر أي حاجة نقدمها للعيال لحتى يقوتوا فيها ما فيش. احنا عايشين على الشوربة، على المعلبات، على علبة فول، على علبة لانشون، بدناش. احنا تعبنا، مرضنا من اللانشون، من البقليات هذه كلها تعبنا منها بجد يعني. هموم وذكريات يحملها هؤلاء الناجين من العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 5 أشهر، بينما هم على يقين بأن هذا الإفطار قد لا يكتمل بين دقيقة وأخرى جراء الغارة الإسرائيلية المفاجئة. رمضان اللي فات كانت أحبائي وجيراني عندي، كنا بنقعد وبنصر. رمضان هذا لا في أحباب ولا في جيران، كلهم راحوا، كلهم راحوا، فيش غير أنا وبعض الأطفال هذول وقاعدين هنا في البيت، والله يعلم ايش يصير فينا كمان. أطلال بيوت وأكوام من الركام في شبح مدينة كانت في يوم تعج بالأنوار والسينة، فرحلت العائلة وانهار البيت واختفت الطاولة ولم يبقى إلا الذكريات. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على موقعين استيطانيين وثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية في أحدث تحرك ضد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه من الضروري لإسرائيل أن تتخذ إجراء إضافيا لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنه، مضيفة أن واشنطن ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين في أعمال العنف المتطرفة وتهديد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية. قال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه يتعين على إسرائيل إجراء تصحيحات كبيرة في المسار لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين. وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ ذكر شومر أن رفض إسرائيل لحل الدولتين خطأ فادح، وحث المفاوضون على فعل كل شيء ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وإيصال المساعدات إلى غزة. قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الكارثة الإنسانية في غزة ليست طبيعية بل من صنع الإنسان، وشدد على ضرورة ممارسة مزيد من الضغوط على إسرائيل لفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. صادق البرلمان الأوروبي على قرار يدين بشدة تعطيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 5 أشهر. وندد البرلمان الأوروبي بمهاجمة إسرائيل قوافل الإغاثة داعيا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشاره الاقتصادي الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة 19، ويحل مصطفى محل رئيس الوزراء السابق محمد أشتي الذي استقال مع حكومته في فبراير. وكلفه عباس في ذلك التوقيت بتسيير الأعمال لحين اختياره لرئيس الوزراء الجديد. أدى ألاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 70,000 مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى في رابع أيام شهر رمضان الفضيل. انضمت مصر للبيان المشترك الذي أيدته 67 دولة بمجلس الأمن لتأكيد الالتزام ببناء السلام ومنع النزاعات. وقال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إنه من الضروري
أن تتعاون الدول الأعضاء لتعزيز السلم ودفع دور الأمم المتحدة في منع نشوب النزاعات وتطوير نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية لهذه النزاعات، مؤكدا اعتزاز مصر بكونها من الدول الرائدة في مجال بناء السلام في الأمم المتحدة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجود مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة. وخلال ترأسه اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أوضح مدبولي أن الطلب على الدولار وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية واحتواء التضخم وتخفيض حجم الدين وغيرها من الملفات. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، والتي تتضمن شرح الوضع الحالي للصناعة المصرية وتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى عرض القطاعات التي تم دراستها، مضيفا أنه تم كذلك تناول الرؤية الاستراتيجية لمركز تحديث الصناعة في هذا الشأن. واستعرض الاجتماع تشكيل فريق عمل استراتيجية ومقارنة نمو القيمة المضافة الصناعية في مصر بعدد من الدول الأخرى ومعدلات التصدير في مصر من حيث القطاع والحجم. واحتوت الاستراتيجية كذلك على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر وعدد من المحاور المقترحة للإصلاحات ذات الأولوية. ووجه مدبولي بضرورة تحديد خطة عمل تنفيذية لكل قطاع من هذه القطاعات ليتم بدء العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية. كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالمئة واثنتين وخمسين صناعة التي تم تحديدها للحاجة إليها، خاصة أنها ستخفض من فاتورة الاستيراد بحيث يكون لدينا مستهدفات من المصنعين العالميين، بالإضافة إلى الترويج للمحفزات التي تم اعتمادها بشأن تلك الصناعات. توقعت وكالة فيتش أن تتحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي في مصر بشكل ملحوظ بعد صفقة الاستثمارات الأخيرة والإعلان عن اتفاق بشأن برنامج دعم معزز من صندوق النقد الدولي. وتوقعت الوكالة أن تتلقى مصر تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي خلال الأشهر القليلة المقبلة. كما توقعت كذلك ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في 2024-2025. قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي هشام عز العرب إنه بعد أسبوع من تحرير سعر الصرف أصبحنا نسير على الطريق السليم. وأضاف أن أول مقياس للنجاح تحقق بتوفر السيولة في مساراتها الشرعية، ويتبقى الهدف الأسمى لاستقرار حياة الدول والشعوب وهو استهداف التضخم، وأن ذلك سينجح في الأساس من خلال السيطرة على الاقتراض والعجز الكلي للموازنة العامة وتخفيض الدين العام. في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وصلت وزارة الداخلية توزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات بمناسبة حلول شهر رمضان. احنا ولادك يا بلادي، بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا، بلادي سد ومنيع وفوق الجميع.
تستمر النجاحات التي تحققها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. من هذا المنطلق واصلت الوزارة فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. وعيش حر يا بلادي في كل الأزمنة ووقت لما تحتاجينا. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا سيادة الرئيس، ومشكرين على الزيارة ده وبالكراتين الحلوة ده، وربنا يديك الصحة يا ولدي. مسؤولية وشرطة شعب، احنا ايدنا واحدة على الغريب. الرئيس ده حبيبنا، ده حبيب الملايين وحبيب النوبيين بالذات. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب. ربنا يخلينا الرئيس ووزارة الداخلية يا فندم، كل سنة طيبين. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. أنا أديلك عيني. احنا مبسوطين النهاردة، وإن انت جيتونا برضو ضباط أسوان وديتنا كراتين ويحيى عبد الفتاح السيسي. ولادها أبطال أسود وقد العهود وجوة قلوبهم حبها. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. نشكر سيادة الرئيس ونشكر الضباط اللي مشرفين النهاردة، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وإحنا كلنا شعب واحد على رجل واحد، ونقول لسيادة الرئيس كل سنة وانتم طيبين بحلول شهر رمضان. إحنا مصر ومصر إحنا في كل صعب، والحكاية مستمرة من سنين. انطلقت مأموريات وزارة الداخلية إلى جميع المحافظات للوصول إلى مستحق هذه المساعدات من المواطنين لتقديم الدعم والمساندة لهم ورسم الفرحة على وجوههم بمناسبة شهر رمضان المبارك. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هو بلدي التاريخ من بعدها، كلنا مؤمنين بحبها من سنين في كل. شكرا يا سيادة الرئيس، مش مخلينا محتاجين حاجة. كل سنة وحضرتك طيب وشعب مصر طيب إن شاء الله. كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دي. كل سنة وانت طيب والسيسي طيب، وخليه طول عمر ويصلح حاله يا رب. يا مصر يلي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية. نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادراته، مبادرة كلنا واحد، ونشكر رجال الشرطة اللي هم واقفين مع كل حي العين الساهرة. وبلدي التاريخ من بعدها، وكلنا مؤمنين بحبها من سنين في كل دين. بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي جت زمان. وبلدي التاريخ من بعدها، فرحانة دايماً إن انتوا واقفين جنبينا وعلى طول في الفيوم معانا في كل مناسبة حلوة ما بتسبناش. احنا حاسين في فرحة جديدة قوي، وكل سنة وانت طيب يا ريس، ومناسبة شهر رمضان، ويعود عليك الأيام بخير. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يا مصر يلي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة. بشكر سيادة الرئيس على مبادرة كلنا واحد، وبشكر وزارة الداخلية انها جت لحد عندنا هنا في يوم جديدة. وكل سنة حضراتكم طيبين ورمضان كريم يا رب عليكم جميعا. انا اديلك عينيا وادي المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا. الضباط جالي كلهم النهاردة، والدنيا الهدية بتاع الرئيس، وربنا يبارك فيه وربنا يسترها عليه يا رب. في كل دين بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي. تأتي هذه المساعدات في إطار مبادرة كلنا واحد، إسهاما من وزارة الداخلية في توفير جزء من احتياجات المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم. كل سنة وانت حضرتك طيب يا ريس، وانت دايما فاكرنا مش بتنسانا ابدا، وانت معانا وفي جنوبنا. كرتونة دي مفرحانة يا ريس والله، كل سنة وانت طيب تعدلها بخير يا رب. مصر ومصر احنا في كل صعب، والحكاية مستمرة من سنين. انا مش مصدق والله ان انت جبتنا عند الغيط، الف الف شكر اللي انت عايشنا في حياة كريمة ومش ناقصين اي حاجة والله. يا مصر يلي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تمام. كل سنة وانت طيب يا ريس، اللي انت بتسأل علينا وبتسأل على حياة كريمة
ومعيشنا في امان. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجرها. الف شكرا وتحيا مصر. يا مصر يلي شمسك لا يمكن تغيب. دائما ما تحرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة المواطنين، وهو الهدف من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها الوزارة لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين. مبادرة كلنا واحد جت من أسيوط النهاردة، وبنشكر سيادة الرئيس على المبادرة اللي هو عاملها لنا. بنشكر رجال الشرطة وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي. شكرا ان جيتوا شرفتونا في صوت الجديدة. شكرا لسيادة الرئيس لمفتكرنا على رمضان. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجرها. دي كانت زمان وبلدي جت تاريخ من بعد. نشكر الرئيس اللي هو فكان قبل رمضان، وكل سنة هو طيب. في كل جيل بطل، كل سنة طيبين وبعد الأيام. تحيا مصر. احنا مصر ومصر احنا في كل صار، والحكاية مستمرة من سنين. كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دي. نشكر رئيس على مبادرة كلنا واحد. تحيا مصر. كلنا مؤمنين بحبها من سنين. في إطار سعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتدخل المباشر لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وصل عدد المستفيدين على مستوى الجمهورية لأكثر من 19 مليون مستفيد بإجمالي متوسط تكلفة تزيد على 1,800,000,000 جنيه. وتتنوع المساعدات المقدمة للمستفيدين ما بين كراتين رمضانية ووجبات ساخنة وتوزيع لحوم وكروت مساعدات، بالإضافة لتوزيع الملابس وإعانات الزكاة وموائد الرحمن ومعارض السلع الغذائية المخفضة، بالإضافة للقوافل الطبية المجانية متعددة التخصصات، وكذلك الفعاليات الترفيهية المستمرة طوال الشهر الكريم. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. استمرارا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تسعى مؤسسة صناع الحياة للتدخل المباشر والسريع في جميع أنحاء الجمهورية بصورة كاملة ودائمة. المزيد في العرض التالي. We'll be right back.
لرعاية الأسر تحت مظلة جهود التحالف الوطني للسعي الدائم والمباشر في جميع أنحاء الجمهورية، سعت مؤسسة نديل الكاتبة الخيرية لتوفير وجبات ساخنة وملابس خلال الشهر الكريم. مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تعمل جمعية الأرمان الخيرية على تركيب وصلات مياه للأهالي الأولى بالرعاية داخل منازلهم بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن مبادرة خير بالتقسيط. المبادرة الإنسانية خير بالتقسيط تعد من أبرز المبادرات التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للأسر الأكثر احتياجا في كل محافظات الجمهورية. هذه المبادرة تعمل على تركيب وصلات مياه شرب نقية لتوفر حياة كريمة لغير القادرين وتضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة. بصدد توصيل مياه الأهالين في قرية الصمطة داخل مستهدف 1650 حالة بمركز البليانة، إن شاء الله سوف يتم تنفيذه خلال شهر رمضان. حاليا قربنا من تنفيذه أصلا، يعني بدأنا من حوالي أسبوع. إن شاء الله هيتم توصيل المياه كاملة للحالات المستحقة، من تركيب عداد، من تركيب وصلات، من توريد داخل الشركة، من المعاينات، من المؤيسات، من كل التفاصيل مجانا بإذن الله. النهاردة إحنا بنستكمل في البروتوكول الثالث بتاع المبادرة، شغالين النهاردة في قرية الصمطة وبنحميل وبرخيل والحرجة بحري، استكمالا في مركز البليانة لتركيب 1600 وصلة. تشكر جمعية الأرمان والتحالف الوطني أنهم جو يسألوا فينا النهاردة على أساس أنهم يركبوا لنا مية ونستفيدوا بمية نظيفة مكان المية الصفرة مية الطرمبة. احنا طبعا مبسوطين ومرتاحين وارتحنا أكثر لما جات المشروع المية ده، المية الطبيعية دي غير الطرمبات. ومنذ انطلاق المبادرة في سوهاج تم تركيب 4815 وصلة من إجمالي 8000 وصلة مستهدفة في 60 قرية بمحافظة سوهاج بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليون جنيه. يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعمه للأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم إعداد وتجهيز نحو 47 ألف وجبة ساخنة بواقع 1550 وجبة إفطار صائم يوميا بالخيمة الرمضانية بمحافظة مطروح، وذلك ضمن حملة إفطار صائم. يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إعداد وتجهيز الوجبات الساخنة للأسر الأولى بالرعاية طوال شهر رمضان بمحافظة المنيا، حيث تستهدف الحملة نحو 350 أسرة يوميا وتوزيع نحو 1750 وجبة ساخنة بقرى وتوابع المحافظة ضمن حملة إفطار صائم. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تواصل مؤسسة الجرح إحدى كيانات التحالف الوطني
حملة كبرى لطرق الأبواب للمستحقين في نجوى وقرى ومراكز وأحياء ومدن محافظات الفيوم، الجيزة، القليوبية، السويس، لتوزيع 1,000,000 وجبة على مدار الشهر بواقع نحو 35,000 وجبة ساخنة يوميا، وذلك بمشاركة 4,000 متطوع من مؤسسة الجرح ونحو 400 جمعية شريكة وقاعدية يشاركون في تجهيز وتعبئة الوجبات من المطابخ المركزية للمؤسسة وشركائها. أكد المبعوث الأممي لليمن هانس جراندبرغ أن جهود الوساطة التي يطلع بها تركز على العمل مع الأطراف في تقريب وجهات النظر وتحديد سبل الشروع في وقف إطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية في اليمن والشروع في عملية سياسية والبناء على الالتزامات التي قطعت في ديسمبر. وقال جراندبرغ في كلمته خلال الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول اليمن أنه تم عقد اجتماع في الأسابيع الأخيرة مع شخصيات أمنية في عدن وتعز للاستعداد لوقف إطلاق نار وطني. فتحت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها في أقصى الشرق الروسي في إطار اقتراع يمتد لثلاثة أيام، وبدأت عمليات التصويت في شبه جزيرة كاماتشاتكا وفي توكوتاكا في أقصى الشرق الروسي على أن تختتم في السادسة بتوقيت غرينتش يوم الأحد في كالينينغراد. يتنافس في الانتخابات الرئاسية الروسية 4 مرشحين هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان. وسط توترات دولية متصاعدة واستمرار العملية العسكرية في أوكرانيا تجري روسيا انتخابات رئاسية جديدة. الانتخابات يتنافس فيها إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين ثلاثة من الأحزاب الممثلة في البرلمان ممن دعموا العملية العسكرية في أوكرانيا. السلطات الروسية حرصت على تأمين نسبة مشاركة عالية حيث انتشرت آلاف الملصقات الداعمة إلى التصويت في كافة أنحاء روسيا. كما نظمت السلطات أيضا عملية ترفيه لتشجيع الناخبين على الخروج والتصويت. الرئيس فلاديمير بوتين الذي أكد مرارا أن المجتمع الروسي متحد ومؤيد لقراراته لا سيما الحرب في أوكرانيا، حرص أيضا على دعوة المواطنين الروس للتصويت بقوة في الانتخابات، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده إلا مواطنوها وأن لكل صوت قيمة وأهمية. وبعد أن أصبح في وضع أفضل نتيجة للتقدم الأخير في أوكرانيا إلى جانب صمود الاقتصاد الروسي بمواجهة العقوبات الغربية، كثف بوتين ظهوره الإعلامي في الأسابيع الأخيرة وقدم سلسلة طويلة من الوعود لمواطني في محاولة للفوز بولاية جديدة ستمتد حتى عام 2030. ويتم انتخاب الرئيس الروسي على أساس الاقتراع السري العام والمتساوي والمباشر، ويحق لجميع مواطني روسيا ممن بلغوا سن 18 عاما انتخاب الرئيس والمشاركة في الحملات الانتخابية ومراقبة سير عملية التصويت. حذرت نيابة العامة في موسكو المواطنين الروس من أي تحرك احتجاجي خلال الانتخابات الرئاسية بعدما دعت المعارضة يوليا نافالنايا أنصارها إلى التجمع في مراكز الاقتراع بشكل متزامن. وقالت النيابة إن تنظيم هذه الأحداث الجماهيرية والمشاركة فيها يعاقب عليهما بموجب القانون الحالي. وعن حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. مشاهدينا، وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه النشرة، وإليكم أهم ما جاء فيها من أنباء. خلال زيارته إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، الرئيس السيسي يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة ويشيد بقدراتهم وكفاءتهم. الرئيس السيسي ووزير خارجية إسبانيا يؤكدان رفض التصعيد العسكري بغزة ويحذران من عواقب أي عملية برفح الفلسطينية. وفتح مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في أقصى الشرق الروسي. ختاماً مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. كنا مع حضراتكم في هذه الجولة الإخبارية، ياسر عبد الستار وأنا لاشتة. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.